لأول مرة ومنذ أكثر من 100 سنة إعصار مدمر يضرب أمريكا، ولأول مرة أمريكا تحذر بعض المناطق إما الرحيل وإما الموت. ونرى اليوم إعلان حالة الطوارئ ونزوح عدد كبير من سكان ولاية فلوريدا. وأخيرا، هل الإعصار هو ظاهرة طبيعية أم عقوبة إلهية؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه إعصار ميلتون الذي أرعب أكثر من 300 مليون أمريكي. أضرار هائلة جدا حتى هذه اللحظة. فقبل أيام من هذا الإعصار ضرب إعصار هيلين شرق الولايات المتحدة الأمريكية ودمر منازل بقيمة 50 مليار دولار. المشهد المسيطر الآن في الولايات المتحدة الأمريكية هو الخوف والقلق والترقب. أيها الأحبة، إعصار ميلتون هذا تم تصنيفه كأعنف أنواع الأعاصير من الدرجة الخامسة، فسرعة الرياح تبلغ أكثر من 270 كيلومتر في الساعة الواحدة. ولكي تتخيلوا معي ضخامة وعنف هذا الإعصار، تخيل لو أن سيارة طائشة تسير بسرعة 270 كيلومتر في الساعة، انظر ماذا تفعل بكل شيء يصادفها. الخطورة الإضافية التي أيضا هي مرعبة بالنسبة للناس أن الإعصار السابق هيلين دمر مناطق كثيرة هناك وحولها إلى حطام. هذا الحطام يتحول إلى قذائف بفعل إعصار ميلتون يزيد من قوته التدميرية. طبعا اليوم كثير من المناطق في أمريكا تعيش في حالة رعب وخوف، انقطاع للتيار الكهربائي، انقطاع للمياه، حالة قلق، حالة نفسية قلقة جدا يعاني منها مئات الآلاف. طبعا أيها الأحبة، الدمار الذي يحدث اليوم في هذه المناطق وبخاصة ولاية فلوريدا غير مسبوق أبدا. الناس في حالة ذعر، وحتى الباحثين والعلماء يقفون، وحتى التكنولوجيا الحديثة وكل الأجهزة والتكنولوجيا المتطورة تقف عاجزة أمام إعصار واحد هو من صنع الله تبارك وتعالى. فقبل كل شيء أيها الأحبة، هذا الإعصار يجب أن يذكرنا بضعفنا أمام قوى الطبيعة، وهذه القوى الطبيعية هي مخلوقات لله تبارك وتعالى، يسخرها كيف يشاء ويسيرها كيف يشاء عز وجل. بالنسبة لنا كمؤمنين أيها الأحبة، ينبغي ألا تمر أي ظاهرة طبيعية دون أن نتذكر قدرة الله تبارك وتعالى وضعف الإنسان الذي وصفه الله بقوله وخلق الإنسان ضعيفا. ولكن للأسف هذا الإنسان يمارس الغرور، الاستكبار، الهيمنة، أحيانا يمارس أنواع الظلم. لذلك هنا القرآن يذكرنا بضعفنا وبحقيقتنا وبأصلنا. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ولكن أيها الأحبة، هذه الظواهر التي تحدث مثل الزلازل والأعاصير والفيضانات والتسونامي وغير ذلك يمكن أن تضرب في أي مكان، وكما أن الكافر يعذب بها، المؤمن أيضا تصيبه هذه الأمور. لذلك هنا يعني موضوع أن هذه الظاهرة هل هي عقوبة من الله أم هي إنذار أم هي ظاهرة طبيعية؟ طبعا إذا قلنا هي ظاهرة طبيعية، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يتدخل في شيء، وأن الله غير موجود، كأن الإله غير موجود. ولكن الله تبارك وتعالى يقول: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فهذا الإله العظيم يحيط بكل شيء ويسير كل شيء، هو الذي يسيركم في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. كل شيء أخي الحبيب هو بيد الله، كل ذرة لا تتحرك في الكون إلا بأمره عز وجل. من رحمة الله بعباده أن معظم هذه الأعاصير تقع في البحار أو في أماكن فارغة، ولكن عندما تقترب من المناطق المأهولة هنا تكون الكارثة. أعداد هائلة من الناس يقتلون، آلاف بل ربما ملايين المنازل تدمر، خسائر
مئات المليارات في ظاهرة مدمرة ربما لا تستمر إلا أيام معدودة. أيها الأحبة، والله إن الذي يتأمل هذه الصور وهذه المشاهد المؤلمة حقا لا يملك إلا أن يتعاطف مع هؤلاء الناس وغيرهم مهما كان الأمر، لأن هذه الظاهرة وهذا الإعصار هو إنذار للأكثرية، فتذهب أقلية من الضحايا لكي يتعظ الأكثرية ويعودون إلى ربهم سبحانه وتعالى. وتأمل معي هذه الآية الكريمة: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وهنا يبرز السؤال: ما مصير من مات في مثل هذا الإعصار من المؤمنين؟ الحقيقة أخي الحبيب، كل إنسان يموت صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، هذا يموت شهيدا سواء مات في إعصار أو بغرق أو فيضان أو نتيجة زلزال مدمر أو حادث مهما كان نوعه. وهذه من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام أنه بشر هؤلاء المؤمنين. طب غير المؤمن، لا داعي أن نحكم على الناس، نترك أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو القائل: ورحمتي وسعت كل شيء. فليس من طبيعة المؤمن أن يفرح بموت الآخرين. النبي لم يفرح حتى بموت المشركين، ولم يحتفل ولم يشمت بموت أحد. انتبهوا أيها الأحبة، منهج النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يشمت بموت أحد. انظروا معي إلى معركة بدر التي قتل فيها صناديد قريش الذين قتلوا من المؤمنين وتآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم وآذوا النبي وآذوا المؤمنين وارتكبوا جرائم. الذين قتلوا منهم بكل بساطة النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرح لمقتلهم، لم يشمت بهم، بكل بساطة خاطبهم وقال: لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يعني انظر إلى الفلسفة النبوية في النظرة إلى الأمور. فدائما أخي الحبيب، عندما نرى كارثة سواء وقعت، لأنه كل البلدان فيها المؤمن وفيها الكافر، فيها الظالم وفيها الإنسان الطيب وفيها الإنسان الخير، أنواع كثيرة، نرد كل شيء إلى الله ولا نحكم على الناس ونقول هذا مصيره كذا وهذا مات بكذا وهذا إلى النار وهذا إلى الجنة. هكذا أنت كأنك تأخذ دور الإله عز وجل، وهذا الأمر يعني خطأ 100%، لأن الذي يملك النار ويملك الجنة ويملك النعيم والعذاب هو واحد فقط، هو الله تبارك وتعالى. لذلك أنا أرى أن مثل هذه الظواهر هي تذكرة وموعظة لمن أراد أن يتذكر، وهي درس يعلم هذا الإنسان لا تستكبر في الأرض. القرآن الكريم هل ذكر أعاصير بهذه الشدة أو أعنف منها بكثير؟ نعم، هناك قوم اسمهم قوم عاد. هؤلاء أعطاهم الله أجسام عمالقة وكانوا طبعا على مستوى عالي من القوة، فهذه القوة لم يستخدموها في الخير ولا في مساعدة الناس ولا في العدل، ولم يستخدموها في مرضاة الله سبحانه وتعالى، استخدموها في الطغيان والكفر وظلم الناس والاستكبار في الأرض واستعباد الناس. هنا القرآن يعطينا مثالا رائعا جدا من قصة قوم عاد، حيث عذبهم الله بريح صرصر عاتية أعنف من هذه بكثير. انظر معي أخي الحبيب إلى البيان الإلهي كيف يصور لنا عاقبة من يمارس الاستكبار في الأرض. واليوم بلا شك يعني نحن نرى أن دولة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية هي تمارس فعلا الاستكبار في الأرض، وكأنها تقول: من أشد منها قوة؟ هذا لسان حالهم. انظر معي إلى هذه الآية الكريمة التي تصور لنا عاقبة من يستكبر في الأرض. يقول الله تبارك وتعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. ماذا كانت نتيجة هذا الطغيان وهذا الاستكبار؟ استكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. النتيجة كانت
في الآية التالية يقول تبارك وتعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فمن رحمة الله بعباده، انظر معي إلى الله عز وجل الذي سمى نفسه الرحمن الرحيم، لا يهلك كل البشر بذنوبهم واستكبارهم، بل يرسل لهم هكذا ومضات، يعني دلائل، علائم، انذارات يهلك بها قليل من الناس، ويرى الكثير كيف يحدث هذا الدمار، كيف يحدث هذا الإعصار المدمر، وبالتالي هو انذار ليرجعوا إلى ربهم. وهذا دليل محبة الله لعباده، يعني عندما يستكبر الإنسان كثيرا فإنه يدمر من حوله ويدمر نفسه بالنتيجة، هذه نتيجة الغرور والتكبر في الأرض. لذلك الله عز وجل يريد هؤلاء الناس، يريد كل الناس أن يعودوا إليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. انظر معي إلى سعة رحمة الله عز وجل. فالإنسان أحيانا عندما يصيبه كارثة أو مرض، فالهدف منه أن يقول لك الله عز وجل: ارجع إليه، ارجع إلى محبة الناس، إلى فعل الخير، إلى نشر العدل في الأرض. الله يريد منا أيها الأحبة أن نعود إليه دائما، وأن نبتعد عن الظلم، عن الغرور، عن التكبر، عن ظلم الآخرين. وهذا دليل كما قلت لكم محبة، أن الله يريد لنا الخير سبحانه وتعالى. لذلك ونحن نرى مثل هذه المشاهد، ونرى هذا الدمار، ونرى العدد الكبير من القتلى والمصابين، طبعا نحن نتمنى الخير لكل الناس كما قلت لكم، لأن الله سبحانه وتعالى يريد الخير لعباده، لا يريد لهم الشر، لا يريد لهم الظلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الله لا يريد لك أن تستكبر في الأرض تبغي على الناس، بل الله عز وجل يريدك أن تكون إنسانا صالحا تريد الخير لكل الناس. لذلك نجد في سورة الحاقة مثلا أيضا يصور لنا الله عز وجل عاقبة قوم عاد عندما استكبروا. يقول تبارك وتعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. يعني أيها الإنسان اعتبر من هذه المشاهد، انظر اليوم في عصرنا هذا أيها الأحبة، اليوم وأنا أتحدث معكم هناك الحروب، هناك اعتداءات، هناك الظلم، بني آدم يظلم بني آدم. فكل ما نراه من إنذارات اليوم والله أيها الأحبة هي دليل رحمة من الله. الله يريد أن يقول لهؤلاء الناس: أوقفوا هذه الحروب، أوقفوا هذا الدمار، وانشروا المحبة، انشروا الخير بين الناس. وأخيرا أيها الأحبة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا من هذه المعلومات، وأن ينجينا جميعا من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.